الدور الثالث أعلن صفتي ممثل القوى العمومية، أطلب منكم الانصراف حتى قائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة 11 وإذا استعملنا القوة. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. تدخلت السلطات الأمنية بمدينة الرباط باستعمال القوات العمومية من أجل تفريق اعتصام طلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة بالمغرب أمام الكلية بالعاصمة الرباط مساء أمس الأربعاء 25 شتنبر الجاري، وفق ما تم معاينته من طرف عدة مواقع إخبارية وفيديوهات منتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، فقد استعانت السلطات الأمنية بالقوى العمومية من أجل تفريق الاعتصام الذي دعت إليه اللجنة الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة بالمغرب، احتجاجا على عدم استجابة الحكومة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار لكافة مطالبهم، ومنها التراجع عن إلغاء السنة السابعة من تكوين الطب بالمغرب. وأصيب عدد من الطلبة في عملية تفريق الاعتصام اللي كان مرتقب على أنه غادي يبقى لمدة 12 ساعة، كانوا ناويين على أنهم يباتوا حتى الصباح تماك أمام كلية الطب والصيدلة بالعاصمة الرباط، حيث جرى نقلهم صوب المستشفى لتلقي الإسعافات الضرورية في الوقت اللي أصيب فيه بعض عناصر القوات العمومية بإصابات متفاوتة الخطورة، كما تم رشقهم بقنينات الماء. وكان هذا الاعتصام بحضور الطلبة، وأيضا كانوا معهم حتى الأولياء الأمور ديالهم، وذلك تعبيرا عن دعمهم الكامل لمطالب أبنائهم الطلبة اللي كيخوضوا احتجاجات مستمرة منذ تقريبا 9 أو 10 أشهر. وكيأتي هذا الاعتصام في ظل استمرار مقاطعة طلبة الطب الامتحانات على بعد خطوة واحدة من أن تعيش كلية الطب والصيدلة بالمغرب سنة بيضاء، حيث ما زال كتبادل الحكومة والطلبة الاتهامات حول مسؤولية تفاقم هذه الأزمة وتمدد الاحتقان داخل كلية الطب، بينما كيزداد القلق ديال الرأي العام حول مستقبل جيل كامل من الأطباء. وكانت اللجنة الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة بالمغرب قررت على أن تدير اعتصام بمقر كلية الطب والصيدلة بالرباط أمس الأربعاء ابتداء من الساعة 7 مساء حتى 7 صباحا. قالت اللجنة، هذه اللجنة الوطنية في بيان لها، إنها تابعت بجدية واهتمام كبيرين مستجدات مسلسلهم احتجاجي العادل والمشروع اللي كيدخل شهر 10 على التوالي، ليبلغ بذلك أطول نضال طلابي عرفه المغرب والثاني عالميا عبر التاريخ، خصوصا منه الأسبوعان الأخيران، نذرا لما احتواه من محطات فارقة وبالغة الأهمية. وأكدت اللجنة أن تدخل مؤسسة الوسيط المملكة أبان إلى حد الآن عن جديتها وطبعها الرسمي في تعاطيها مع ملفنا بعيدا عن الخروقات المنهجية والأجندات السياسية وفي مراعاة لمبدأ العدل والإنصاف، وما كان لها من عظيم الدور في التوصل لتسوية في ملف شعبة الصيدلة، الملف الذي عمر زهاء 10 أشهر بين تهميش لخصوصية الشعبة وإنكار لمشروعية مطالبها.
عاد هاد اللجنة الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في تحمل مسؤوليتها في إهدار الزمن الجامعي بالنسبة لشعبة الصيدلة في ظل إخلالهما بتعهداتهما وغياب الجدية في خلال الحوارات السابقة، مؤكدة أن هناك حيف مورس على شعبة الصيدلة ويتمثل في تمكين الطلبة في دورة واحدة عن كل أسدس عوض دورتين، والشيء اللي يتعارض مع مبدأ تكافؤ فرص، مشير إلى أنه بلغ أن هذا جاء بناء على اعتراض من وزير التعليم العالي شخصيا رغم موافقة متأخرة من طرف العمداء والأساتذة. إذن كيف شفتوا، فملف عمر أكثر من 10 أشهر بين شد وجد بين طلبة ديال الطب والصيدلة وطب الأسنان من جهة أخرى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في شخص الوزير ديالها ميراوي، لشحال من واحد طالب بالتدخل وبإيجاد حل، ومع ذلك بقات القصة مطولة. دابا دخلوا في 10 أشهر، وكيف شفتوا فاليوم كانوا باغيين يديروا اعتصام ليلي ديال 12 ساعة قدام كلية الطب، ولكن تدخلت القوات العمومية قوات الأمن لفضه بعد ما أنظرتهم كيف كينص على ذلك القانون المرة الأولى والمرة الثانية والمرة الثالثة لفك الاعتصام بعد استعملوا معهم القوة العمومية. وقالت أيضا اللجنة الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة بالمغرب في البيان ديالها على تشبتها بمؤسسة الوسيط اللي دخلت ما بين الوزارة والطلبة باش تلقى الحل، كيف كانت دخلت شحال هادي في ملف المحامين اللي كانوا داروا دوك اللي كانوا سقطوهم في الامتحانات، كانوا دار دخل المؤسسة الوسيط ولقاو حل بينه وبين وزارة العدل. دابا مؤسسة الوسيط داخلت هي ما بين الوزارة والطلبة، وأكدت اللجنة ديال الطلبة على تشبتها بهذه المؤسسة الوسيط، مؤكدا على أنها مازال كتسنى وكتعول على الرد ديالها لقطع الطريق على كل من يريد إفشال أي مبادرة لحل الأزمة. وأشارت إلى أن رفض العرض الوزاري الحكومي الأخير لشعبة الطب بنسبة عالية واللي فاقت 75% وطنيا يدل على أن المراهنة على طول نفس الطلبة وعامل الوقت في محاولة كسر الوحدة الطلابية رهان خاسر وما يزيد الأزمة إلا تأججا. للأسف الشديد العام اللي فات سالة وما دابا دخلوا في عام آخر، بقي حل ما لقاو معاهم، الله يصوب الجميع وصافي، هذا ما نقدر نقوله. شكرا والسلام عليكم.